أما هلأ رح ننتقل لمساحة جديدة ضمن صباحنا لليوم، وأكيد موضوعه هو كتير مميز. وقت منقول اللغة العربية نحن اليوم عم نحكي عن وثيقة بكل الأجيال اللي دائما نحن نحرص على زرع اللغة العربية الأم بأطفالنا. ليلى قدي اليوم مهم توثيق هاي اللغة وتعليمها لأطفالنا. أكيد ثقافة وحضارة واسعة اللغة العربية وخصوصا لغتنا، يعني أكيد اللغة العربية هي من اللغات العالمية ذات الحضور الدولي، ودائما بلفت نظرنا شيء أنه في عالم أو ناس غير ناطقين باللغة العربية دائما عندهم فضول وعندهم محبة لتعليم هي اللغة. أكيد اليوم في أسباب ودوافع عندهم رح نتعرف عليها مع ضيفتنا لليوم، وهي الدكتورة آلاء فيصل عيسى، عضو هيئة تدريسية في المعهد العالي للغات وأيضا في جامعة دمشق، ومحاضرة في ماجستير تعليم اللغة العربية في المعهد العالي للغات جامعة دمشق، وأيضا ضيفتنا لليوم محاضرة في ماجستير الترجمة والترجمة الفورية في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية، وأيضا محاضرة في المعهد التقني القضائي في وزارة العدل، وحضرت أيضا مديرة برنامج ماجستير اللسانيات التطبيقية في الجامعة الافتراضية السورية. ما شاء الله دقوا على الخشب يعني ضيفتنا اليوم. أهلا وسهلا دكتورة. بداية يعني اليوم قديش أنت مثال جميل للامرأة السورية. تسلمي لي، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيك ونورتي صباحنا، ودائما نحن بنفتخر انه يكونوا ضيوفنا بهذا المستوى العلمي، وخاصه انك امراه بالنهايه. اهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. يسعد صباحك. واهلا وسهلا فيك. ما شاء الله يعني هي الانجازات، وحده كمان عندها اولاد واسره وبيت، يعني احنا بس صار في ولد خلص نعتزل الحياه. اهلا وسهلا دكتوره، وما شاء الله يعني الله يحميكي. اليوم مستوى علمي ثقافي جدا مهم، ودائما وقت نقول اللغه العربيه نحن بيكون كتير في حرص بهذا الموضوع. بداية خلينا نحكي شو هي الأسباب اللي أدت لتعليم اللغة العربية لأغراض خاصة. حقيقة مجال تعليم اللغة لأغراض خاصة هو مجال حديث عالميا بالنسبة لمجال اللسانيات اللغوية. بدأ الاهتمام بهذا المجال بالنسبة للغات الأخرى قديما، لكن بالنسبة للغة العربية هو علم حديث نوعا ما، بدأ في ستينيات القرن الماضي. حقيقة هناك قلة في النتاجات العربية في هذا المجال، كون المجال حديث و نشأ في كما ذكرت ستينيات القرن الماضي، لكن هناك أسباب كثيرة دفعت لظهور هذا العلم، أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب جغرافية. طبعا موقع الوطن العربي المتميز، لا نستطيع أن ننكر الأحداث السياسية وأن مركز اهتمام واستقطاب للعالم بشكل عام. طبعا الأهمية الاقتصادية، أيضا أرض النفط، عمالة الوافدة الكبيرة على الوطن العربي، كل هذه الأسباب أدت إلى المطالبة بتعليم اللغة العربية، ازدياد عدد المتعلمين بشكل مستمر. أيضا هناك عامل مهم جدا هو العامل الديني، هناك عدد كبير من المتعلمين مسلمين لكن ليسوا ناطقين باللغة العربية، اليوم بحاجة لقراءة القرآن. طبعا يعني هؤلاء يطلبون اللغة لأغراض خاصة، يعني نحن عندما نتحدث عن غرض خاص، الغرض الديني هو الغرض رقم واحد. يعني بسبب عدد المسلمين الكبير، من الممكن أن يكون كثير من هؤلاء لا يتقن اللغة العربية، فهؤلاء يطالبون بتعلم اللغة كي يتمكنوا من قراءة القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، كتب التفاسير. طبعا هؤلاء يحتاجون لغة على مستوى عالي، يعني ليست أي لغة. أيضا كما ذكرت عامل اقتصادي، عامل مهم جدا، يعني هناك عدد كبير من الوافدين يأتون للعمل في منطقة الخليج العربي، أرض النفط كما نعلم جميعا، فأيضا هؤلاء يطلبون اللغة العربية لغرض اقتصادي. كذلك الأمر بالنسبة للأغراض السياسية، أغراض دبلوماسية، أغراض صحية، الأغراض الإعلامية أيضا هي من أهم الأغراض. وفي وقتنا الحالي أيضا ظهر الغرض الإنساني، يعني المنظمات الإنسانية، الهيئات الدولية التي تعمل في هذا المجال تستقطب عمالة كبيرة من الخارج، هؤلاء يطلبون أيضا اللغة للغرض الخاص، يعني لا يودون تعلم اللغة
بشكل عام بقدر ما يودون تعلم اللغة أو يطلبون تعلم اللغة لتلبية حاجات ووظائف محددة تهمهم في مجال العمل الخاص. هلأ هيك وضحنا فكرة الأغراض الخاصة، أنا كنت بدي أسألك عنها ولكن ما شاء الله عليك من سياق حديثك وضحتي الفكرة. ذكرتي أنه اليوم تعليم القرآن الكريم يعني هو أحد الأسباب الخاصة، ودائما القرآن الكريم بحاجة للغة عربية واضحة ومخارج حروف، يعني حتى إعلاميا بعض التدريبات هي قراءة القرآن الكريم لتعلم مخارج الحروف بشكل صح. يعني اليوم خلينا نحكي عن الأساسات، حكينا أهداف اليوم ودوافع للغة، في أساسات اليوم تم وضعها بالبرامج التعليمية للغة العربية، وخلينا نضل بالمجال خلينا نقول الأسباب الخاصة، خلينا نروح على الأساسات. بالنسبة للأسس في هذا المجال، الأساس الذي ننطلق منه في بناء مناهج أو مقررات تعليم اللغة لأغراض خاصة هو المتعلم ذاته. طبعا هذا الأساس أساس تربوي نفسي فلسفي، يعني الاتجاهات الحديثة جميعها تنادي بالتركيز على المتعلم، على حاجات المتعلم. قديما في المناهج التقليدية وفي طرائق التدريس التقليدية كان التركيز على المعلم، المعلم هو محور الاهتمام، المعلم هو الذي يقرر المادة العلمية، المعلم هو الذي يقرر الطرائق والاستراتيجيات التي سيستعملها. الآن التركيز على المتعلم، المتعلم هو محور الاهتمام، يعني الذي ننطلق منه كأساس بداية في بناء مقررات تعليم اللغة لأغراض خاصة، ننطلق من المتعلم، ما حاجات هذا المتعلم، ما ميول المتعلم، رغباته، نسأل المتعلم حتى عن المهارات اللغوية التي يرغب في التركيز عليها، عن الطرائق التي يريد أن نتبعها في أثناء تدريسه، حتى الاستراتيجيات التي سنستعملها. طبعا من الممكن أن يسأل سائل هل تختلف حاجات المتعلمين، هل تختلف ميول المتعلمين، أنه شخص يريد أن يتعلم لغة عربية هل ستختلف حاجاته عن حاجات شخص آخر؟ من المؤكد تحديدا في برامج الأغراض الخاصة، مثلا المتعلم الذي يتعلم لغة لأغراض أكاديمية، مثلا أنا سأسافر لبلد في منحة دراسية أريد أن أتعلم لغة البلد الهدف لغرض أكاديمي، هنا تكون لدينا الأولوية لمهارات القراءة والكتابة أكثر من مهارات الاستماع والمحادثة. بينما مثلا إذا أراد متعلم أن يتعلم اللغة لأغراض تجارية، مثلا أغراض مهنية تجارية، نلاحظ هنا أن المهارات الاستماع والمحادثة هي أولوية، تحتل الأولوية لدى هذا المتعلم. إذن تختلف الأغراض، تختلف الحاجات، فالأسس التي أصبحنا ننطلق منها تركز على بداية حاجات المتعلم، ننطلق من ميوله، أهدافه، رغباته، أيضا نراعي تنوع، يعني بالنسبة لهذه المقررات أو المناهج من المهم تنوع المقررات بما يغطي حاجات الجمهور على اختلافات رغباته وميوله. خلينا نحكي شوي بعد ما ذكرنا الأسباب والأسس عن الفروق بين تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة وبين تعليمها لأغراض الحياة، يعني نوضح شوي الفروق أكثر. طبعا بالنسبة للبرنامجين تعليم اللغة لأغراض خاصة وتعليم اللغة لأغراض الحياة هناك نقاط تشابه أو التقاء كما نقول، ونقاط اختلاف أو فروق بين البرنامجين. طبعا بالنسبة لنقاط الالتقاء، كلا البرنامجين موجه للمتعلم غير الناطق باللغة العربية، كلا البرنامجين يستلزم منهجية في العمل، يعني إن كنت أصمم برنامج لتعليم اللغة لأغراض خاصة أو أغراض الحياة نحن نستلزم منهجية واضحة علمية دقيقة منظمة لتصميم هذا المنهاج. بالنسبة للفروق طبعا هناك فروق كثيرة، بداية الحاجات في برامج تعليم اللغة لأغراض خاصة تكون محددة منذ البداية، نحن ذكرت قبل قليل ننطلق من تحليل حاجات مسبق للمتعلمين، جمع بيانات تماما، بينما في تعليم اللغة لأغراض الحياة من الممكن أن يتوقع معد المنهاج أو المدرس المواقف أو الموضوعات التي من الممكن أن تهم المتعلمين، يعني أنا أقرر ما الذي من الممكن أن يكون المتعلم بحاجة إليه. أيضا بالنسبة للأغراض تكون هنا محددة، هناك في تعليم اللغة لأغراض الحياة تكون متعددة متنوعة كثيرة، لذلك يتسم برنامج اللغة لأغراض خاصة بالمحدودية والدقة، بينما مناهج تعليم اللغة لأغراض الحياة تتسم بالاتساع والعمومية. طيب دكتورة آلاء، خلينا نروح لهذا الإنجاز، يعني اليوم الدكتورة آلاء مثال
جميل جدا للتحصيل العلمي والثقافي عند المرأة السورية. هذا الكتاب يعني كان في مشاركة بالتأليف بين حضرتك وبين الدكتور عبد الباقي الزعيل العابد. خلينا نحكي عن هذا الكتاب وحضرتك يعني مضوين ضمن هذا الكتاب تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى لأغراض خاصة. اليوم ضمن هذا الكتاب شو أهم فكرة حابة تضوي عليها ضمن صباحنا لليوم؟ طبعا الكتاب كما ذكرتي الكتاب كما ذكرتي حضرتك تناولنا فيه برنامج تعليم اللغة لأغراض خاصة في ضوء النظرية والوظيفية والتطبيق. حاولت أنا وزميلي الدكتور عبد الباقي الزعيل العابد، طبعا هو أيضا مختص بتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، خريج جامعة دمشق أيضا، أكيد له تحية أكيد يعني. كل التحية، هو إنسان مخلص وباحث مجتهد جدا. طبعا حاولت أنا والدكتور عبد الباقي أن نجمع المادة النظرية المهمة التي تهم أي مشتغل في مجال تعليم اللغة للناطقين بلغات أخرى. جمعنا المادة في هذا الكتاب، وطبعا الشكر الأكبر لرئيس المجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور محمود السيد الذي تفضل بالتصدير لهذا الكتاب والتقديم لهذا الكتاب. طبعا نحن أنا والدكتور عبد الباقي نحن من طلبة الدكتور محمود، وهذا شرف كبير لنا وهو قدوتنا. حاولنا في هذا الكتاب جمع مادة نظرية تتناول الأسس، المنطلقات، الأهداف، بيان الفروق بين البرنامجين، بيان يعني الفائدة الوظيفية من هذا العلم، كيف نوظف هذا العلم في حل المشكلات التي تواجه مثلا متعلم اللغة للغرض الخاص. تناولنا أيضا جانب مهم جدا وهو الكفايات التي ينبغي أن تكون موجودة لدى المعلم الذي سيعلم اللغة لأغراض خاصة. طبعا أود الإشارة إلى ميزة مهمة جدا في هذا الكتاب. أنا هيك عطيتك الكتاب يعني. تمام، هي ميزة التسجيل الصوتي. طبعا المادة العلمية اللغوية للكتاب مسجلة صوتيا بالكامل في استديوهات احترافية. وأود توجيه شكر للإعلاميين المتميزين الذين سجلوا المادة صوتيا، الأستاذ وسام المحمد والأستاذة هبة شعبان تكرما بتسجيل المادة صوتيا. طبعا ميزة التسجيل الصوتي يستطيع أي شخص عبر مسح بكاميرا الجوال، خلينا نشوف مسح الكود بعد إذنك. تماما، في بداية كل فصل يوجد كود، طبعا عبر مسح الكود يستطيع أن يستمع مباشرة إلى المادة صوتيا. في بداية كل فصل، طبعا الكتاب موزع في 6 فصول، بداية كل فصل هناك كود عبر المسح ينتقل مباشرة إلى سماع المادة صوتيا. طبعا هذه الميزة تأثيرها إيجابي يمكن لأشخاص عندهم صعوبات، إن كان شخص لديه صعوبات. صحيح. هناك أشخاص يعني يحبذون سماع المادة صوتيا، بس دائما القراءة بتحسي إلى هيك متعة خاصة، متعة خاصة، لكن اليوم في حاجيات مضطرين نروح للكود، لكن هي يعني ميزة جديدة يعني حتى سماع المادة بصوت سليم كما ذكرتي تمام يعني ممكن أن تؤدي إلى الفهم السليم. بالنسبة للأشخاص اللي بدهم يتعلموا اللغة العربية لأغراض خاصة، في مشاكل ممكن أنها تعترضهم؟ أكيد طبعا، بالنسبة لتعليم اللغة لأغراض خاصة لدينا مشكلات كثيرة. أعتقد المشكلات التي تعترض مجال تعليم اللغة لأغراض خاصة هي تشترك في معظمها مع المشكلات التي تواجه تعليم اللغة بشكل عام، مثلا العاميات والتأثير الكبير لهذه العاميات، الهجين اللغوي الكبير، اللغات الأجنبية والتداخل الكبير في هذه الآونة بين تعليم اللغة أو تعلم اللغة والتحدي الذي تظهره اللغات الأجنبية الأخرى كونها يعني تتصدر امتحانات القبول أو هي تتصدر شروط التقدم لأي فرصة عمل. فهذا من أبرز المشكلات. أيضا يعني المشكلة ترتبط بالمشكلة التي سأتحدث عنها، نلاحظ تحديدا لدى أبناء الجيل الحالي عدم انتماء كبير للغة أو إعجاب تماما شديد باللغات الأجنبية للأسف. طبعا هذا الأمر يعني يحتاج سياسات لغوية حازمة، يعني لماذا نفرض اللغة الأجنبية في اختبارات القبول لحتى الدراسات العليا ولأي فرصة عمل، ولا نفرض تعلم اللغة العربية وحد أدنى من اللغة العربية للعمالة الوافدة التي تأتي ومثلا توقع عقود عمل لدينا. يعني ينبغي أن يكون لدينا
اعتزاز، انتماء شديد لهذه اللغة، وأن نعمل على هذا الموضوع تحديدا لدى أبناء الجيل الحالي، أبناء جيل الشباب، يعني لا ضير من تعلم اللغات، ونحن نحبذ تعلم اللغات، وأكيد الثقافة يعني لا حدود لها، وتعلم اللغات يعطي آفاق ونوافذ على ثقافة اللغة الهدف أيا كانت هذه اللغة، لكن ينبغي أن يكون لدينا انتماء واهتمام بلغتنا الأم، لأنها هي يعني هي الهوية، هوية الإنسان هي لغته، يعني هي نافذة هذا الجيل ليطل على ثقافته، على تاريخه، على حضارته العريقة التي ينبغي له أن يكون يعني معتز بها، لأنها تستحق هذا الاعتزاز. أكيد دكتورة، هون يعني نحن ما بدنا نقول نلوم الأهالي، يعني أكيد في بعض اللوم علينا بشكل عام، يعني خلينا نبلش من أنفسنا. اليوم القصة برستيج أكثر ما هي ثقافة، يعني اليوم أنا ابني يروح على روسي، إنجليزي، فرنسي، بلبل، أنا ابني بلبل بالإنجليش، بيجي على اللغة العربية بلاقي ما بيعرف يعرب، بلاقي ما بيعرف إيمت لازم يرفع وإيمت لازم يكسر الكلمة، يعني كمان هون مشكلة، يعني حتى المدارس اليوم عم تطالب بلغات أخرى، يعني فكتير مهم اليوم هيك نصائح من حضرتك كونه عندك تجربة عميقة بهذا الموضوع. اليوم كيف قادرين نحن نورجي هذا الطفل ما نشوشه؟ اليوم أكثر من لغة في تشويش لإله، يعني نقدر خليني يتعلم شيء حلو مثل ما أنه نحن نعرف ثقافات الغير، ولكن ضمن التزامنا للغة العربية واحترام هذه اللغة كونها هي اللغة العربية الأم. يعني لأنه حتى أكون منصفة، يعني دراسات علمية أثبتت أن الأطفال تحديداً بعمر صغير قادرين على تعلم لغات كثيرة، يعني قادرين على التمكن من هذه اللغات. نحن عندما نطالب بالاهتمام باللغة العربية أو الاعتزاز بهذه اللغة، الانتماء للغة العربية والثقافة العربية، لا نقول بأن يعني تعلم اللغات الأجنبية يعني يحد من تعلم اللغة العربية، لا، على العكس، يعني نهتم باللغات الأجنبية، نعلم أبنائنا اللغات الأجنبية، الثقافات الأخرى، لكن على درجة واحدة، على مرتبة واحدة مع اللغة العربية، يعني أن يتم تعلم اللغات بخط متوازي، يعني لا نفضل لغة على لغة، يعني ليس من الضروري كما تقولين، يعني هناك صار برستيج أو مظاهر، أنا سجلت ابني بروضة تعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية تماماً، أنه ليش لحتى ما يحكوا غير اللغة الإنجليزية؟ يعني إذا تكلم اللغة العربية وكان متقن للغة العربية، هذا لن يحد من ثقافته، ليست أكيد. يعني هي مقياس الثقافة اللغات الأجنبية. فالقاعدة الأساسية أو الأهم أن نهتم بالأطفال أو ننشئ الأطفال بالتوازي، يعني وإن كان يتعلم لغة أو لغتين أو ثلاث لغات، لكن على الدرجة ذاتها من الاهتمام، حتى لا نفضل اللغة على اللغة بالمراحل الابتدائية، خلينا نقول بالمدرسة، لأنه دائما بنكتشف يعني حتى وقت الواحد بيروح على مجال بيحتاج لغة عربية، أنه هو هاي السنوات كلها الدراسية في شغلات كتير ما تعلمها، حتى ضعيف. أحيانا الأحرف اللثوية بيكون الواحد عم يلفظها غلط، يعني سواء بالمدرسة أو بالبيت. صحيح، لذلك ينبغي التركيز على يعني تقديم مادة اللغة العربية حتى في الصفوف، التركيز على مخارج الحروف كما ذكرت الأستاذة رشا، النطق الصحيح للطفل، وإن كان يتعلم لغات ثانية، لكن هناك أساسيات ينبغي التركيز عليها، وحقيقة الاهتمام ينبغي أن يكون في عمر صغير، يعني هناك أساسيات تماماً في عمر صغير، عندما يتأسس الطفل يأخذ اللغة بشكل سليم صحيح، حتى وإن تعلم لغات ثانية خلص هو الأساس باللغة العربية أصبح موجود، مخزون لديه. موجود. دكتورة يعني ما شاء الله عليك، ذكرتي تفاصيل كثير مهمة، ولكن قبل ما نودعك حابه في شيء نقطه اليوم انت حابه تضوي عليها ما ذكرناها او هيك؟ يعني بتشكركم على اللقاء الجميل. طبعا انا الموضوع اللي حابه بس اشير له اشاره فضل. سريعه، هو دوركم الكبير بمجال تعليم اللغه ايضا، وسائل الاعلام، ما تبثه وسائل الاعلام راسخ في النفوس وفي الاذهان، يعني لدينا ذاكره لما نسمع، ذاكره لما نرى كثير، لذلك اود شكر وسائل الاعلام المحليه على الدور الذي تقدمه في خدمه اللغه العربيه، يعني انتم المنبر الذي يوصل اللغه، لذلك نركز على اهميه دور الاعلام، على ضروره تقديم اللغه الفصحى، يعني انتم تساعدون، المدارس تقدم شيء، الجامعات تقدم شيء، ايضا انتم لكم دور كبير يكمل هذا كي نصل باذن الله لجيل يعني يتكلم لغه بافضل شكل ممكن ان شاء الله. شكرا دكتوره الاء فيصل عيسى، بدي اتشكرك وبدي اتشكر كل شخص اليوم كان داعم لحضرتك، يعني ودائما اكيد الداعمين بالمحيط الايجابي لهم دور فعال كثير. اكيد بدنا نتشكرك ونتمنى لك دائما التوفيق هيك بهي الانجازات يعني العظيمه اللي نحن بنعتبرها. شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. شكرا.